to the brutal regime of Bani Khalifa. One year on, and the struggle will carry on unabated, unchallenged, unopposed, as if not at any factor. Whatever happened inside Bahrain and in the region and in the world, Bani Khalifa, you will see. Bahrain will be free. Bani Saud, you will see. Bahrain will be free. Teresa, you will see. Bahrain will be free. The whole world, you will see. Bahrain will be free. The whole world, you will see. Bahrain will be free. The whole world, you will see. Bahrain will be free. Bani Saud, you will see. Bahrain will be free. Teresa, you will see. Bahrain will be free. British government, you will see. Bahrain will be free. حادثة مجزرة الدراز التي حدثت قبل عام لخصت طبيعة الاستبدادية لنظام الحكم في البحرين. فقد وجدنا في هذه الحادثة أولا القتل المباشر للمواطنين وبدم بارد وبرصاص حي أدى إلى سقوط 5 من الشهداء، إضافة إلى الاعتقال العدد الكبير وصل أكثر من 300 مواطن في غضون ساعات فقط، وتم أخذهم حتى من منازلهم، واستمرار الحصار الذي دام أكثر من عامين حتى الآن، ومحاصرة آية الله الشيخ عيسى قاسم وعدم السماح إليه وفرض الإقامة الجبرية عليه وعدم السماح إليه بالتنقل. داون داون آل خليفة. داون داون آل خليفة. داون داون آل خليفة. كريمينال فاميلي آل خليفة. مردرز آل خليفة. بيبي كيلرز آل خليفة. ديكتاتورز آل خليفة. فاشيست آل خليفة. كريمينال فاميلي آل خليفة. مردرز آل خليفة. بيبي كيلرز آل خليفة. ديكتاتورز آل خليفة. فاشيست آل خليفة. كريمينال فاميلي آل خليفة. مردرز آل خليفة. بيبي كيلرز آل خليفة. ديكتاتورز آل خليفة. فاشيست آل خليفة. We don't want you. We don't want you. We don't want you. We don't want you. أنه بعد عام فشل نظام آل خليفة في الحصول على أي ثمرة سياسية أو اجتماعية أو غيرها من هذا الهجوم. كان يريد من خلال حصار الدراز كسر عزيمة أبناء الدراز، كسر عزيمة أبناء شعب البحرين وفشل. كان يريد من خلال مجزرة الدراز أن يتراجع أبناء الدراز، أن يكون هناك تفكك في البيئة المعارضة، أن يكون هناك ابتعاد عن قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وحصل العكس. We don't want you. آل خليفة. We don't want you. آل خليفة. Criminal family. آل خليفة. Murderers. آل خليفة. Baby killers. آل خليفة. Dictators. آل خليفة. Fascists. آل خليفة. Criminal family. آل خليفة. Murderers. آل خليفة. Baby killers. آل خليفة. Dictators. آل خليفة. Fascists. آل خليفة. We don't want you. 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 آل خليفة. الدماء العزيزة الطاهرة الزكية التي سفكها الخليفيون في الدراز العام الماضي لن تبرز حرارتها في النفوس، ولن يذهب موعد ثأرها والقصاص من القتلة الذين سفكوا ولطخوا أيديهم بدماء هؤلاء الشهداء الأبرياء، وكذلك لن تسقط راية الدين. الشهداء، شهداء الدراز، شهداء العقيدة، شهداء الفداء الذين سقطوا في الدراز يؤكدون أن الصراع مع النظام الخليفي ليس صراعا على مستوى مطالب حقوقية أو مطالب سياسية، إنه صراع الوجود، إنه صراع من أجل حفظ كرامة الدين وكرامة الإنسان وسيادة الوطن وكرامة المواطن. الشعب سوف ينتصر، لن تغرنا هذه السجون وهذه الدماء التي بذلت، سوف تكون شاهدا لله عز وجل على هؤلاء الطواغيت وعلى رأسهم حمد. ونقول لآل خليفة أن دوركم سوف يأتي. هؤلاء ذاهبون، ونحن لدينا عقيدة قوية بأن النصر حليف المستضعفين، وهذا سوف يأتي قريب إن شاء الله، ونحن لدينا ثقة بالله عز وجل.